نذهب الآن إلى نيويورك لنتابع وقائع الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في سوريا بعد الضربات الغربية على دمشق. بالسيد السكرتير العام السيد أنطونيو غوتيريش وأعطيه الكلمة. سيد الرئيس، السادة الحضور، كنت أتابع عن قرب التقارير الواردة عن الضربات الجوية في سوريا التي تنفذتها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. ليلة أمس في الساعة 10 مساء بنيويورك أمر السيد الرئيس الأمريكي بتنفيذ ضربات جوية بواسطة الطائرات الأمريكية والفرنسية والمملكة المتحدة لتستهدف المنشآت الكيميائية. الضربات الجوية كانت محددة واستهدفت 3 مواقع عسكرية في سوريا. أولا هو مركز الأبحاث السورية في مطار المزة في سوريا. الثاني هو مخزن للأسلحة الكيميائية. والثالث هو مخزن مفترض لمعدات الأسلحة الكيميائية. الحكومة الأسلحة السورية نفذت أعمال دفاع جوي وقررت الدول التي قامت بالهجوم بأنه لم يكن هناك أي أعلنت سوريا أنه لم يكن هناك أي إصابات في المدنيين. سيدي الرئيس، كسكرتير عام للأمم المتحدة إنه من واجبي أن أذكر الدول الأعضاء بأنه عندما تتعاملون مع موضوعات تخص الأمن والسلم عليهم أن يتعاملوا مع مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام. ميثاق الأمم المتحدة واضح جدا في هذا الموضوع. سيدي الرئيس، المجلس الأمن مسؤولية المجلس الأمن هو الحفاظ على السلم والأمن، وأناشد الأعضاء المجلس للاتحاد وأيضا أحث كل الأعضاء للتعامل مع هذا الوضع الراهن ومحاولة تجنب أي تصرفات من شأنها أن تزيد من معاناة الشعب السوري. كما قلت بالأمس أؤكد على الحاجب تجنب أن يخرج الموقف برمته عن السيطرة. سيدي الرئيس، إن استخدام أي أسلحة كيميائية هو محظور تماما لأن المعاناة التي يسببها فظيعة. وعبرت أكثر من مرة عن خيبة أملي في فشل مجلس الأمن للوصول آلية لمنع وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وهنا أحث مجلسنا على القيام بمهامه ومحاولة رأب هذا الصدع وللوصول إلى هذا الغرض. إن الحاجة إلى المصداقية تشجع الآخرين للتنفيذ أعمال عدائية، كما أنه يضعف من المواثيق التي تم اتخاذها لمنع وحظر انتشار الأسلحة الكيميائية. أيضا سيد الرئيس، إن خطورة ما تم في دوما يتطلب تحقيقا مفسرا بواسطة خبراء في هذا المجال. وأنا أدعم تماما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأدعم مبعثتها لتحري الحقائق هناك. الفريق موجود بالفعل هناك في سوريا، وتم إبلاغي أن خطة عملهم هناك قد تم وضعها، وسيكون لديهم الحرية المطلقة لتنفيذ مهامهم. سيد الرئيس، اسمح لي أن أعيد ما قلته بالأمس. سوريا اليوم تمهد حروبة جيوش وميليشيات دولية ومحلية، مقاتلين أجانب من جميع أنحاء العالم، والعديد من المنظمات الإرهابية تعمل في سوريا. وكما أننا وجدنا أن هناك انتهاكات كبيرة للقانون الدولي الإنساني والإعراف الإنساني
ولا أحد يعمل بميثاق الأمم المتحدة. لمدة 8 أعوام عانى الشعب السوري معاناة بعد أخرى، وعانوا من المجاعة والحصار والهجمات ضد المدنيين والهجمات ضد البنية الأساسية والعنف الجنسي والأسلحة الكيميائية والإخفاء القسري. إن هذه وهنا في هذا الموقف الدقيق أود أن أذكر كل الأعضاء أن عليهم أن يعملوا بميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في مجال مكافحة حظر الأسلحة الكيميائية. لا يوجد حل عسكري للمشكلة، الحل هو حل سياسي. لابد أن يكون هناك وسيلة للوصول إلى حل سياسي والحفاظ على كرامة وحرية الشعب السوري تحت القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجلس. وطلبت من مبعوثي للقدوم لنيويورك للمناقشة معي في العملية السلمية التي يقوم بها. أشكر السيد سكرتير العام للأمم المتحدة لما قدمه، وأعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يودون بالإدلاء بتصريحات، وأعطي الكلمة للسيد مندوب الاتحاد الروسي. شكرا سيدي. طلبت روسيا هذا الاجتماع العاجل لمجلس الأمن لمناقشة الأعمال العدائية التي قامت بها هي وحلفائها ضد سوريا. إن هذا هو الاجتماع الخامس خلال هذا الأسبوع بشأن نفس الموضوع. رئيس الاتحاد الروسي السيد رئيس بوتين أوضح في تصريح له اليوم، قال فيه أنه يوم 14 أبريل بدعم من حلفائها استهدف أهدافا مدنية وعسكرية داخل الجمهورية السورية دون أي تكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو عدوان على دولة ذات سيادة، وهي الدولة التي تقاتل في الخطوط الأمامية أمام الهجمات الإرهابية المختلفة. عندما وقعت الهجوم على قاعدة جوية في سوريا في السابق، كان هذا بسبب بحجة استخدام أسلحة كيميائية، والآن بسبب الادعاء باستخدام أسلحة كيميائية في دوما. إنه لم يجد الخبراء العسكريين الروس أي دليل على استخدام الأسلحة الكيميائية، ولم يجدوا أي مصابين بأسلحة كيميائية. إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دفعت بخبرائها للتحري عن الموقف هناك، إلا أن إن الأسلوب الذي اتبعته الدول الغربية والقرار الذي اتخذته بتنفيذ هجمة عسكرية دون الانتظار لنتائج هذا التحقيق، أن ويقوم مع العلم بأن هناك عناصر عسكرية سورية روسية موجودة هناك تعاون الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب. هناك موقف سيء للأحوال الإنسانية في سوريا، بل يزداد سوءا بمثل هذه الهجمات. هكذا هذا العذاب للشعب السوري مستمر منذ 7 أعوام. العديد من المشردين والمهاجرين يتركون بيوتهم. إن ما يحدث هو تدمير كامل للعلاقات الدولية، وإن التاريخ سوف يحكم على ما حدث، وأن واشنطن تتحمل مسؤولية كبيرة على الدماء التي أريقت في يوغوسلافيا وسوريا. نحن هنا نحاول أن نقنع الأمريكيين وحلفائهم بوقف أعمالهم العادية، لأن هذا من شأنه أن يثير إيات أكبر في منطقة الشرق الأوسط. إن السيد السكرتير العام للأمم المتحدة قد أوضح ما قلقه عن الأسلوب الذي تطورت به الأحداث، مع العلم بأن من كان في باريس إن الكل لم يصغي إلى مناشدات المجتمع الدولي،
وأنهم لم يحموا ولم يلتزموا بمواثيق الأمم المتحدة، إن هذا شيء مخجل، وأنه يتم تنفيذ الهجمة بناء على بند في الميثاق. إلا أن روسيا تبلغكم أن على واشنطن عليها أن تعلم أن استخدام القوة لابد أن تخوله الأمم المتحدة. وماذا يقول الشعب الفرنسي عن حكومته التي يشنوها بشكل غير قانوني؟ أنتم دائما يشغلكم الاستعمار في شكله الجديد، ولكنكم تحتقرون الميثاق الأمم المتحدة، وأنتم تحاولون أن تلوون حقائق ميثاق الأمم المتحدة لاستخدامه لمصالحكم. كذريعة للعدوان قلتم أن هناك عدوان أو هجوم بالأسلحة الكيميائية، وإن هذا بعد أن قام خبرائنا وقالوا أنه لم تحدث مثل هذه الحادثة. وأيضا كان هناك البعض من شارك في هذه الخطة والاستخباراتية. حتى هذه اللحظة دعت الحكومة السورية خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكي يأتوا إلى المكان ويتحروا عن الحقائق. إن هذه هي الرسميات قد أوضحت أن أعضاء هذه المنظمة موجودين بالفعل في سوريا ويقومون بعملهم. بالنسبة عندما قمنا بصياغة قرار في 10 إبريل على تأمين عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم إيقاف مثل هذا القرار. أعتقد أن هذه الوثيقة كانت ضرورية، ولكنكم قلتم أنها ليست كذلك. وقلتم أنه سيقوم مندوبين من مجلس الأمن بالتحري عن هذا الموقف. الواضح الآن أننا كنا على صواب. بالأمس بعض من زملائنا للأسف بشكل ساذج أو بشكل ساخر أو لم يكن لديهم آلية مستقلة للتحقيق، إن هذا العدوان لم يصرحوا أن التحري، ولكن هو هجوم عسكري. إننا بعد الهجوم الذي تم على المطار في العام الماضي حاولنا إقناع الجانب الأمريكي بعدم القيام بذلك وعليهم التحري أولا، ولكن الجانب الأمريكي قال أننا لا نحتاج لمثل هذه التحقيقات، ويبدو أنهم لا يحتاجونها الآن أيضا. لابد أن يكون هناك حقائق تقولها منظمة دولية وهي المسؤولة عن مثل هذا، وهي التي تحدد من هو المخطئ ومن هو المذنب، وعليهم أيضا أن أن كل العناصر التابعة لهم هي التي تنشر مثل هذه الإشاعات التي تؤدي إلى نتائج خطيرة، وأيضا عناصرهم الاستخباراتية والتي تستخدم عبارة عن موضوعات لا أساس لها من الصحة. إن الخوذات البيضاء سقطت مرة أخرى، وأنهم اعتادوا على مبدأ أننا عندما يتم استخدام سياسات جغرافية سياسية يكون تلك الدول أنها تحاول دائما أن تشير بأصابع الاتهام إلى روسيا، وأن نظهر في مظهر الديكتاتور. إن هذه الاتهامات هي الحكم والعقاب في الوقت ذاته.
هل هذا هو الأسلوب الذي يتم به تتم به ممارسة العلاقات الدولية؟ إن العديد من الهجمات تم تنفيذها ضد مراكز الأبحاث في سوريا، وتم بالفعل من قبل وجود عناصر من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لنفس الأماكن التي تم ضربها اليوم، ولم يجدوا أي أدلة على تطوير أسلحة كيميائية. إن هذه المنشآت العلمية تستخدم في أغراض سلمية، والتي تستخدم في تطوير الفاعلية الاقتصادية للحكومة السورية. إنكم لا تريدون لسوريا أن يكون لديها أي اقتصاد على الإطلاق. أنتم تريدون إرسال هذه الدولة إلى العصر الحجري. منذ عدة أعوام كانت هذه الدول هي أكثر الدول تقدما في الشرق الأوسط. كنتم تحاولون أما إنهاء ما تسعون إليه من خلال العقوبات التي تفرضوها، وأنتم تذرفون دموع التماسيح، وأنتم تضربون هذا الوطن، وأنتم تهاجمون سلطاتها الشرعية. أنكم لا تهتمون بمعاناة الشعب السوري، ولكن ما تفعلونه هو من يجعل الوضع أكثر سوءا هناك. في خلال 24 ساعة كان من الممكن يمكنكم أن توقفوا هذا الصراع في سوريا. كل ما كان على واشنطن ولندن هو أن يوقفوا المقاتلين التابعين لهم من قتل الشعب السوري. إن هذه الضربات تم تنفيذها ضد مطارات عسكرية تستخدم لتنفيذ ضربات سورية وروسية على العناصر الإرهابية. أنتم تعيقون عملنا، وتقول واشنطن أن لها وجود عسكري في سوريا، ونحن نشك تماما في ذلك. يبدو أنه من الواضح أن كل من كان في الغرب الذين يتخذون من البلاغة واللغة الإنسانية ويحاولون بها تغطية وتبرئة أفعالهم هناك، أنهم بالفعل يهدفون إلى التفرقة وتقسيم هذه الدولة، وأن أخيرا إن عدوانكم هو هجمة كبيرة ضد إمكانية استمرار العملية السياسية والتي توصلنا إليها بالإجماع، وإن هذه العملية كانت تسير بخطى جيدة، ولكن إن ما تفعلونه في عملية السلام أو إجراء المحادثات السلام التي تتم في جنيف وتفتخرون بها إلا أنها تنهار الآن. إن هذه الأعمال العدوانية أعتقد أنها ستجعل السوريين غير راغبين في العمل في هذا الاتجاه. سوف نقدم مشروع قرار سنأخذ عليه التصويت. إن اليوم هو اليوم الذي لن تتخلوا فيه عن مسؤولياتكم. العالم كله ينظر إليكم. أرجوكم تحلوا بالمسؤولية. شكرا. أشكر السيد رئيس مندوب الاتحاد الروسي، وأعطي الكلمة لمندوبة الولايات المتحدة. سيد الرئيس شكرا. سيد الرئيس شكرا. السيد السكرتير العام، إن هذا هو الاجتماع الخامس لنا هنا في المجلس خلال أسبوع واحد لمناقشة الموضوع الموقف في سوريا. مر أسبوع تحدثنا عن الضحايا في دوما، وتحدثنا عن نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران. تحدثنا خلال أسبوع عن فظائع الأسلحة الكيميائية. إن وقت الكلام انتهى الليلة الماضية. نحن هنا اليوم لأن ثلاثة أعضاء رئيسيين من مجلس الأمن فعلوا شيئا. المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة قاموا بفعل، ليس انتقاما، ليس عقوبة، وليس إظهار للقوة. نحن هنا
لكي ندمر الأماكن التي يتم فيها تطوير الأسلحة الكيميائية والتي ترعاها الحكومة السورية. نحن الآن نرى أن الحملة الإعلامية السورية التي تدعو إلى تغيير المعلومات عاملة منذ هذا الصباح إلى أنها لن تغير الحقائق، والحقيقة هي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في سبعة إبريل في دوما، وهذا أيضا إن صورة الأطفال الموتى لم تكن مفبركة ولكنها كانت نتيجة لهجوم همجي، وعلى الجانب الروسي والسوري أن يزيل الأسلحة الكيميائية من سوريا. الدول الثلاث بالفعل قامت بإجراء إن الأهداف التي اخترناها كان في قلب برنامج الحكومة السورية غير الشرعي للأسلحة الكيميائية، وحاولنا دائما تقليل الضحايا المدنيين، وكان العمل موضوع بعناية ومحدد، وحاولنا استخدام كل الوسائل الدبلوماسية للتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية. لم نعطي الدبلوماسية فرصة واحدة، ولكن أعطينا الدبلوماسية فرصة بعد أخرى 6 مرات، وهذه هي المرات التي قام فيها الجانب الروسي باستخدام الفيتو. إن مجهوداتنا تعود إلى أبعد من ذلك. عام 2013 أصدر مجلس الأمن قرارا على أن سوريا أن تدمر ترسانة أسلحتها الكيميائية، إلا أن الجانب السوري لم يفعل ذلك. السيد الرئيس بوتين قال أن روسيا ستضمن أن توافق سوريا مع هذا القرار، وكنا نأمل أن هذه الدبلوماسية كانت تنجح وأن تضع حدا لفظائع الأسلحة الكيميائية، ولكن منذ أن العام الماضي وجدنا أن هذا لم يحدث. روسيا كانت مشغولة بحماية نظام الأسد، ولاحظ الأسد هذا، واستطاع النظام السوري بالعمل بدون بأي مسؤولية. روسيا منعت إصدار قرار لمجلس الأمن للتحري عن من استخدم الأسلحة الكيميائية، لأن روسيا فقط تستخدم الفيتو. الجانب السوري من جانبه ونظام الجانب السوري استخدم غاز السارين. روسيا كانت تعطي الضوء الأخضر، هي السبب في إعطاء الضوء الأخضر للجانب الروسي لاستخدام الأسلحة الكيميائية كانتهاك واضح للقانون الدولي. إن حلفائنا لن يجعلوا هذا يحدث. إن الأسلحة الكيميائية تهديد لنا جميعا. إنها سلاح شرير جدا وتهديد لنا جميعا، وأنه يجب حظره، وأقر ذلك المجتمع الدولي. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نحن نرى سوريا تضرب بكل الأعراف الدولية بعرض الحائط. إن النظام السوري الأسلحة الكيميائية لم يكن حدثا متفردا. إن ردنا كان عبارة عن قرارنا أننا سنردع كل من لديه النية للتعامل مع الأسلحة الكيميائية. منذ إبريل عام 2017 في أثناء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، وحاولنا أن نوقف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وكوريا الشمالية، واتخذنا إجراءات ضد كل من عمل على نشر الأسلحة الكيميائية، ورفضنا رفضنا إعطاء تأشيرة لعناصر الاستخبارات الروسية من الدخول للولايات المتحدة أو للقدوم إلى الأمم المتحدة، وسيستمر هذا الإجراء مع الجميع. إن رسالتنا بالأمس كانت واضحة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لنظام الأسد في الاستمرار باستخدام الأسلحة الكيميائية. الليلة الماضية بالفعل دمرنا كل الأماكن الرئيسية التي تستخدم في تطوير الأسلحة الكيميائية. تحدثت مع الرئيس الأمريكي هذا الصباح وقال إذا استخدم النظام السوري مرة أخرى مثل هذا الغاز السام، إن الولايات المتحدة جاهزة للرد الفوري.
إن رئيسنا هو من يحدد الخطوط الحمراء، وتشعر الولايات المتحدة بالامتنان لبريطانيا وفرنسا لاشتراكهم معنا في هذا التحالف، وإننا على خطوات متناسقة وفي اتفاق تام. كل حلفائنا وافقونا، وكل العالم المتحضر مدين لهم بالشكر في الشهور والأسابيع المقبلة. على مجلس الأمن أن يأخذ الوقت ليتفكر بعض الشيء في دوره في إقرار السلم والأمن، وأن يحاسب من يستخدم الأسلحة الكيميائية. ولكن فشلكم قد يحدث بسبب الفيتو الروسي. And live up to its responsibilities as a permanent member of the council and defend the actual principles. وأنهم يعيقون الغرض الرئيسي من إنشاء الأمم المتحدة. بالأمس ضربنا قلب برنامج النظام السوري، ونحن واثقون من أننا أعقنا ودمرنا البرنامج السوري لتطوير الأسلحة الكيميائية. وأرجو أن لا يكون النظام السوري بالحماقة التي يحاول فيها مجابهة صبرنا. أشكر السيدة مندوبة الولايات المتحدة، وأعطي الكلمة لمندوبة المملكة المتحدة. سيد الرئيس، إن هذه الأوقات الذي نعمل فيها في ظروف استثنائية. أمريكيتي الفرنسية، قامت المملكة المتحدة بضربات دقيقة ومستهدفة ضد المرافق الكيميائية لردع استخدامها، واستخدمنا صواريخ لونغ شادو لاستهداف مرافق عسكرية على بعد 15 كيلومترا غرب حمص، حيث هناك مرافق في خرق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. لم ننتهي بعد من تقييم كامل لذلك، ولكن نعتقد أن هذه الضربات تكررت بالنجاح. بالإضافة إلى ذلك، فما من صاروخ أو طائرة من أي من البلدان الثلاثة قد سرح من قوات الدفاع السورية، كما أن ما من مؤشر يبين أن قوات الدفاع الروسية قد استخدمت. إن عملنا كان محدودا ومستهدفا وناجعا، كان في ظل حدود واضحة لتلافي أي تصعيد، وفعلنا كل ما في وسعنا بما في ذلك التخطيط المحكم قبل المبادرة بأي شيء للتأكد من احتواء وتخفيف الأثر على المدنيين. إن عملنا الجماعي سيقوض بشكل كبير القدرات السورية في البحث وتطوير ونشر الأسلحة الكيميائية، وسيردع السوريين عن استخدامها في المستقبل. The UK Prime Minister has said. إن رئيسة الوزراء قالت إننا نعلم بالضبط من المسؤول عن الفظاعات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية. إن متنا غزيرا من المعلومات بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية يبين أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الذي رأيناه يوم الأربعاء الماضي، وإن بعض الأدلة التي تؤدي لهذه الخلاصة هي الآتية. هناك حسابات مفتوحة تشير بأن قنابل البراميل قد استخدمت، كما أن هناك مصادر مختلفة تشير بأن مروحيات قد شوهدت في دوما في السبع مروحيات حكومية. المعارضة لا تشغل مروحيات ولا تستخدم البراميل المتفجرة، كما أن التقارير الاستخباراتية قد أشارت لاستخدام الكلورين في السابع من أبريل. Indeed, Daesh, for example. ما من مجموعة مسلحة ارتكبت ذلك، لأن داعش على سبيل المثال ليست موجودة في دوما. إن النظام السوري يقتل شعبه منذ 7 أعوام، ولقد استخدم السلاح الكيميائي الذي فاقم من المعاناة البشرية فيما يعد جريمة دولية وخرقا للقانون العرفي الدولي وحظره الأسلحة الكيميائية، ويرقى ذلك لجريمة حرب وجريمة ضد البشرية. إن أي دولة ملتزمة بموجب القانون الدولي بشكل استثنائي بأن تتخذ إجراءات للتخفيف من المعاناة الإنسانية العارمة
إن السند القانوني لاستخدام المملكة المتحدة للقوة هو التدخل الإنساني الذي يتطلب استيفاء شروط ثلاثة. أولها وجود أدلة دامغة يتقبلها المجتمع الدولي قاطبة بخصوص معاناة إنسانية واسعة النطاق تتطلب إغاثة عاجلة وسريعة. وأعتقد أن النقاش في هذا المجلس والإحاطة التي سمعناها من أوتشا وآخرين قد بينت ذلك بجلاء. ثانيا، لابد أن يكون واضحا من منظور موضوعي أن ما من خيار غير استخدام القوة من أجل إنقاذ الأرواح، وأعتقد أن استخدام حق النقد قد بين ذلك. ثالثا، أن استخدام القوة المقترح يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ويجب أن يكون محدودا من حيث النطاق والوقت لتلك الغاية وتلك الغاية فحسب. وسمعتم في مداخلتي ومداخلة سفيرة هيليز كيف أن هذه الشروط الثلاثة قد استوفيت. إن تاريخ الصراع السوري هي تكرار للانتهاك السلام والقانون الدولي، والتقى المجلس 113 مرة منذ بدء الحرب السورية، ولذلك فإن الجهود الدبلوماسية لم تكن قاصرة، وليس قصورها ما أدى إلى اجتماعنا اليوم وعمل البارحة. تحدى الأسد المجتمع الدولي في 2013 بإطلاق هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية، خلف ما يزيد على 800 قتيل. وعلى الرغم من اعتماد القرار 1218 وعلى الرغم من تفاعل صبور للمجتمع الدولي، فإن سوريا وصلت استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها، وأثار ذلك سلسلة طويلة من الأسئلة الخطيرة. وإن الخلاصة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هو أن سوريا لم تعلن عن كل أسلحتها ولم تدمرها على الرغم من واجباتها في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية. هذا ليس فرضية من جهتنا، وإنما هذا مسجل. وألفت انتباه ممثل الاتحاد الروسي بخصوص بارزان وجمهاية، والذي أشارت بخصوصهما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وجود تفاوتات، والمجلس يعرف ذلك. أطلعنا على لسان المدير العام إن القرار 2118 يشير إلى فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من الميثاق في حال عدم الامتثال. وفي فبراير من العام الماضي فإن المملكة المتحدة وفرنسا قدمت مشروع قرار لاتخاذ إجراءات في إطار الفصل السابع بدون استخدام القوة، واستخدمت روسيا حق النقد. وكان يفترض بهذا المجلس أن يتابع نظره في استنتاجات آلية التفتيش المشتركة، وفي كل مرة فإن مقترحات جاءت من أطراف أخرى. إن أنصار النظام السوري مسؤولون عن أكثر انتهاكات القانون الدولي جسامة في التاريخ المعاصر. قد استخدموا الأسلحة العشوائية بما في ذلك الذخيرة العنقودية والبراميل المتفجرة، واستهدفوا عمدا المدارس والمستشفيات و أهدافا مدنية ومدنيين، واستخدموا التجويع والترهيب كتكتيك حرب في المناطق التي استحوذت عليها المعارضة. وأعاق المجلس المساعدات الإنسانية والإجلاءات الطبية بانتظام. إن عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزون وعذبوا لبل أعدموا على يد النظام. إن هذا من أكبر التحديات في وجه النظام عدم الانتشار. إن الدول الأطراف قد خرقت معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحدت المجلس وخرقت القانون الدولي. المتكررة على مدى السنوات لمحاسبتهم قد وجهت بالاعتراض والمقاومة الروسية، ولقد قلنا في هذا المجلس وسعينا لتجاوز هذه المعارضة وهذا الاعتراض، ولكننا فشلنا. إننا نواجه سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات بدون أي إحساس بالذنب أو بالمسؤولية أو بالمحاسبة، باستخدام الدعاية والأكاذيب. سيد الرئيس، أدعو
أمثال السفير الروسي أن ينظروا فيما يلي: من الصعب أن نصدق أن استخدام أو تأييد استخدام الأسلحة الكيميائية يمت بصلة للميثاق، وفي رأي المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون من غير القانون استخدام القوة لمنع قتل هذا العدد الهائل من المدنيين الأبرياء. نحن لن نقبل بدروس في القانون الدولي من روسيا. وعلى الرغم من ذلك كله سيد الرئيس، نود أن ننظر إلى الأمام. المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ستواصل السعي لحل دبلوماسي لهذه الأزمة. زميلي الفرنسي سيتحدث بإسهاب عن عملنا لاحقا. نعتقد أن ذلك يجب أن يتألف من عناصر أربعة. أولا، برنامج الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن يتوقف، ولابد من تدمير المخزونات. ثانيا، لابد من وقف القتال فورا امتثالا وجميع قرارات مجلس الأمن، وهذا يضم تلك القرارات التي تطالب بدخول المساعدة الإنسانية. ثالثا، على النظام أن يعود لمباحثات جنيف وأن يتفق على النظر في برنامج مضموني يكون السيد مستورة قد أعده. رابعا وأخيرا، لابد من محاسبة من يستخدمون الأسلحة الكيميائية ومن يرتكبون جرائم الحرب في سوريا. سيد الرئيس، لقد أشار الأمين العام وبحق سلط الضوء على العملية السياسية. نحن نعلم أن المجلس سيجتمع إلى جانب الأمين العام في معتكف في نهاية الأسبوع المقبل. علينا أن نستغل هذه الفرصة للنظر في الخطوات المقبلة، ونحن إلى جانب شركائنا مستعدون للعمل مع جميع الأعضاء وفي هذا المجلس لتحقيق هذه الغاية. وشكرا. أشكر ممثلة المملكة المتحدة على بيانها، وأعطي الكلمة الآن لممثل فرنسا. Monsieur le Président, سيدي الرئيس، une semaine après le massacre chimique de بعد مرور أسبوع على المجزرة الكيميائية في دوما وبعد ضربات الأمس، أود أن أقول في المستهل لمن يتظاهرون بأنهم يتساءلون أن لا يساور فرنسا أدنى شك بخصوص مسؤولية نظام الأسد في هذا الهجوم. لقد collectée par nos services de renseignement. أفصحنا صباح اليوم على مذكرة استخبارات جاءت من وكالة الاستخبارات. نحن نشهرها من جديد لمن يسعون لدحض هذه البديهيات ومن يسعون للتستر على الوقائع. إن بشار الأسد ومنذ سنوات يقوم وبدعم حلفائه بتنفيذ استراتيجية تدمير الغاية منها سحق أي معارضة في استخفاف صارخ للمبادئ الأولية للبشرية وبما يكلف حياة مئات الآلاف من المدنيين في سوريا. رأينا ذلك في حلب وفي حمص وفي الغوطة الشرقية. منذ سنوات النظام السوري يستخدم أسلحة الدمار المروعة، الأسلحة الكيميائية، لتدمير وترهيب سكانه المدنيين. لقد رأينا ذلك في دوما، وكنا قد رأينا ذلك من ذي قبل في خان شيخون وفي سرمين وفي تلمنس وفي قميناس، حيث تبينت مسؤولية النظام السوري بشكل جلي من خلال آلية التحقيق المشتركة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لا يمكن لأي كان أن يزعم أنه لم يكن يعرف. منذ سنوات ينتهك النظام السوري بشكل منهجي ومتكرر كل واجباته القانونية. إن قائمة الانتهاكات طويلة ومروعة، إليكم إياها. الانتهاكات، انتهاكات كل الواجبات الدولية ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013 وبروتوكول جنيف 1925 والذي يمنع استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين وانتهاك أسس القانون الإنساني الدولي كمبادئ الحذر والتمييز والتناسب والانتهاك الفاضح لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة 1118 و 2209 و 2235 ومن ثم الواجبات الملقاة على سوريا بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
إن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين يعد جريمة حرب في إطار النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية. وكان الأمين العام في 2013 في أغسطس 2013 قد وصف استخدام الأسلحة الكيميائية بأنها جريمة ضد البشرية. وأمام الانتهاكات المتكررة والمثبتة لانتهاك نظام دمشق كل القواعد التي يستند إليها أمننا المشترك، فإن فرنسا دعت للتصرف بشكل حازم بالنيابة عن المجتمع الدولي، ولقد بذلنا كل الجهود الممكنة لكي لا تظل هذه الفظاعات بدون عواقب في الأمم المتحدة وفي منظمة اتحاد الأسلحة الكيميائية، وأن يوضع حد لها، وأن المجلس كان قد التزم بقراراته 1118 و2209 و2235 بفرض جزاءات في إطار الفصل السابع من الميثاق في حال انتهاكات إضافية، ولكن منع من التصرف عملا بواجباته بسبب استخدام روسيا حق النقد. وإن روسيا باستخدامها المنهجي لحق النقد في مجلس الأمن فإنها قد خانت التزامها في 2013 أمام هذا المجلس، الالتزام بتدمير الترسانة الكيميائية السورية. إن شلل المجلس يعد شركا فتاكا وخطرا علينا أن نخرج منه. السيد الرئيس، إن النظام السوري عندما أمر بالهجوم الكيميائي في السابع من أبريل كان يعلم ما سيتعرض له وسعى لتحمل المجتمع الدولي، وهو قد لاقاه. وأمام أدائي على مبادئ الأمم المتحدة وقيمها والقانون الذي أنشأها، فإن الصمت لم يعد الحل. لا يمكننا أن نتقبل استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل مبتذل، هذه الأسلحة التي تعد تهديدا محدقا بالشعب السوري وبأمننا المشترك. لقد لا يمكننا أن نسمح بخروج البعبع الكيميائي من حقه. كنا قلنا إننا سنتصرف وكنا في مستوى وعدنا ومسؤولياتنا، فعلنا ذلك في إطار شفاف محدد، سعينا لتلافي أي تصعيد مع الفعاليات الموجودة في الميدان. إن وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الجمهورية قد تحدث عن الموضوع، إن بعض من ينتهكون أبسط قواعد القانون الدولي يزعمون اليوم أن عملنا يتنافى ميثاق الأمم المتحدة. أذكرهم إذن أن هذا الميثاق لم يعد لحماية المجرمين، يندرج عملنا في إطار امتثال كامل والأهداف والقيم المعلنة في الميثاق منذ أسطره الأولى. إن منظمتنا تجعل من مهمتها خلق الظروف المواتية لاحترام العدل والواجبات النابعة من المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. كان هذا العمل إذن ضروريا لمواجهة الانتهاكات المتكررة للنظام السوري 16 واجبا 16. إذن مشاهدنا أذكرهم إذن أن هذا الميثاق لم يعد لحماية المجرمين، يندرج عملنا في إطار امتثال كامل والأهداف والقيم المعلنة في الميثاق منذ أسطره الأولى. إن منظمتنا تجعل من مهمتها خلق الظروف المواتية لاحترام العدل والواجبات النابعة من المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. كان هذا العمل إذن ضروريا لمواجهة الانتهاكات المتكررة للنظام السوري 16 واجبا 16 واجبا نابعا من القانون الدولي والمعاهدات. وردنا أخيرا قد أعد في ظل نظام احتواء ومحدود، إن أي البرنامج أي معهد البحث الرئيسي ومرفق إنتاج، والغاية من ذلك هو تثبيت قدرة على إنتاج الأسلحة الكيميائية. كان هذا الهدف الوحيد ولقد حققناه. سيدي الرئيس، إن بلدي والذي عانى في الصميم الآثار الوخيمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى لن يسمح بعدها أبدا استخدام هذه الأسلحة. إن بلدي لن يعدل أبدا عن تحديد هوية المسؤولين ومحاسبتهم أمام القضاء.
هذا هو أساس الشراكة ضد الإفلات من العقاب الذي أطلقناه في يناير المنصرم. سيدي الرئيس، اسمح لي أن أؤكد على هذا الموضوع. إن ضربات الليلة الماضية كانت ردا أساسيا للتقتيل الكيميائي في سوريا، وكانت ردا في خدمة القانون وفي خدمة استراتيجيتنا السياسية لوضع حد للمأساة السورية. الملف السوري به متطلبات أربعة تخدم مصلحة السوريين والمجتمع الدولي، كما أشار الأمين العام للمنظمة الذي أشكره على مداخلته. اسمحوا لي أن أذكر بهذه المتطلبات الأربعة. أولا، تفكيك البرنامج الكيميائي السوري بشكل قابل للتحقق ولا رجعة عنه، هذا لا غنى عنه. علينا ألا ندخر جهدا لإنشاء آلية دولية تسمح بتحديد المسؤوليات وتمنع الإفلات من العقاب وتحول دون أي محاولة تكرار من النظام السوري. ثانيا، اجتثاث الإرهاب من خلال القضاء على داعش، وهذا التزام ليس بالحديث، ما زال يتطلب جهودا حقا لانتصار النهائي. ثالثا، وقف إطلاق نار على كل الأراضي السورية ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين كما يطالب مجلس الأمن. نحن بحاجة إيصال المساعدات الإنسانية بدون أي بشكل كامل عملا وأحكام القرار ألف، كما يعد من الضروري والعاجل أن تصل القوافل الإنسانية الغوطة الشرقية بشكل يومي وفي ظروف أمن مرضية. رابعا، لابد من وجود خطة الخروج من الأزمة في وجود حل سياسي مستدام. لن نحل المشكلة السورية بشكل دائم بدون حل سياسي بموجب أحكام القرار 2254. نحن ندعو لذلك منذ 7 أعوام. لقد بات من العاجل أكثر من أي وقت مضى من تنفيذ ذلك وتفعيل مفاوضات حقة تحت مظلة الأمم المتحدة لتحقيق مرحلة انتقالية في سوريا. خارطة الطريق هي الوحيدة الكفيلة بجعل الأزمة السورية تنتهي، وفرنسا مستعدة للعمل على ذلك من الآن مع كل المستعدين لذلك. ولذلك بمبادرة فرنسية وفي إطار إعلان الرئيس ماكرون الليلة الماضية، سنقدم عن قريب مشروع قرار بخصوص مختلف هذه القضايا إلى جانب زملائنا الأمريكيين والبريطانيين. ولذلك أدعو اليوم الاتحاد الروسي في المقام الأول. هذه الغرفة بشأن الموقف في سوريا، والتي وأثناء ذلك أوضحت الصين موقفها بشأن سوريا وأوضحت عن قلقها الشديد بشأن التصعيد في سوريا، ودعت إلى الوصول إلى حل سياسي لهذه المشكلة. هنا أود أن أعيد الآتي: إن الصين كانت دائما داعمة للحل السياسي والسلمي للمشكلات، ونحن ندافع عن الوحدة وسلامة أراضي الدول وسيادة الدول. إن الأفعال العمل العسكرية الأحادية تخرق ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك المواثيق والأعراف الدولية، وأنها ستعيق حل الجانب المشكلة السورية. نحن نناشد كل الأعضاء للتوقف عن أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد إضافي لهذا الموقف ويعود إلى إطار العمل القانوني الدولي، وأن يكون هناك تشاور مع المجتمع الدولي. إن الصين ترى أنه لابد أن يتم تحقيق مستقل وشفاف عن الهجوم الكيميائي الذي تم في سوريا حتى نصل إلى نتائج واضحة يمكن من خلالها اتخاذ وصياغة قرارات في هذا السياق، ولابد أن لا نتسرع في إصدار الأحكام. لا يوجد أي بديل للحلول السياسية، ونحن ندعم دائما الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة كمنسق للأمن والسلم الدوليين.
سيدي الرئيس، أود أن أعيد ما قلته سابقا، هو أن الصين على استعداد دائم أنها تقوم بدورها البناء في المجهودات التي تهدف إلى إقرار الوضع سلميا وسياسيا في سوريا. شكرا سيدي الرئيس. أشكر السيد مندوب الصين على تصريحاته، وأعطي الكلمة الآن للسيد مندوب كازاخستان. سيدي الرئيس، كازاخستان تعرب عن قلقها الشديد عن بشأن الموقف الحالي في سوريا، ونحن نحث كل الأعضاء على اتخاذ خطوات فاعلة لإعادة الأمن والسلم لأراضي سوريا التي عانت كثيرا تحت ميثاق الأمم المتحدة وكل المعاهدات الدولية. نحن ناشدنا بالأمس وأول أمس، وكل مرة نرى فيها هذا التصعيد المشكلات أن يلتزم بمواثيق الأمم المتحدة. من غير أعضاء المجلس الأمن الذين يجب عليهم أن يظهروا التزامهم بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية والقانون الدولي والأمن والنظام الدوليين؟ أي أعمال تم اتخاذها بذرائع قد تبدو جيدة لا يمكن أبدا أن يكون من خلال استخدام القوة. العنف ضد العنف لن يعود بالسلم والأمن على العالم. إن كازاخستان لا زالت مؤمنة بأن الحل العسكري هو الحل الأخير والوحيد، ولابد أن يكون بموجب تفويض من مجلس الأمن وليست داعمة لما تم بالأمس. إن الإنسانية جمعاء سوف تنظر إلى بدايات القرن 21 ليست مثالا على التعاون الدولي. إن هذا التهديد الحالي يهدد بحرب على مستوى عالمي. والنتائجه ستعود بالدمار على الإنسانية كلها. وهذا ما قاله السيد رئيس كازاخستان الذي أصدر تلك المذكرات في عام 2016. وبالأمس السيد سكرتير العام السيد أنطونيو غوتيريش أكد لنا جميعا وأن الحرب الباردة قد عادت مع الرغبة في الانتقام. هنا لابد أن نتمسك جميعنا بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. لابد من وجود محادثات جادة بين روسيا وسوريا وجميع الأطراف المعنية لإقرار السلام في هذا الجزء الذي عانى كثيرا من العالم، وأن يتحرك الجميع للحلول إلى الوصول إلى حلول وسطى وتسوية نهائية. وإن الأمم المتحدة لديها دور هام جدا في حل مثل هذه المنازعات. إن الوفد الكازاخستاني الآن يعبر عن قلقه إزاء عدم وجود توحد بين أعضاء مجلس الأمن تجاه ردود الأفعال ضد استخدام الأسلحة الكيميائية. إن كازاخستان دائما استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. نأسف أن روسيا هذا الأسبوع مرة أخرى قامت بوقف تأسيس آلية لتحديد مسؤولية تستمتع بالمهنية والحياد، وهذا هو السبب في الوضع الذي نحن به الآن. استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين. إن الردع والمنع لاستخدامها هو شاغل المجتمع الدولي برمته، وبالتالي نحن نتفق في الغضب العارم لتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومن الضروري أن تتخلص سوريا من الأسلحة الكيميائية للأبد، وأن يكون هناك مساءلة للجنى. وفي ذات الوقت كما أشار الأمين العام في بيانه البارحة، هناك التزام تحديدا عندما يتم التعامل مع مسائل السلم والأمن أن يكون هناك تصرف عملا بالميثاق وبقانون الدولي بشكل عام. السيد الرئيس، نحن الآن في لحظة خطيرة، نطالب بضبط النفس وتجنب أي إجراءات تؤدي إلى المزيد من التصعيد أو التوتر، ويجب ألا يخرج الوضع عن السيطرة. على مدار الأيام القليلة الماضية حاولنا أن نضمن استخدام كل السبل السلمية واستنفادها، وقد عملنا بلا كلل حتى
ننظر بكل السبل وحتى يتحمل المجلس الملا بميثاق الأمم المتحدة. لقد تقدمنا بمقترح لأعضاء المجلس لتحقيق هذا الهدف من خلال دعوة الأمين العام لكي يعود إلى المجلس بمقترحنا. وحتى تنجح الدبلوماسية يجب أن تدعمها مطالب واضحة للأمين العام. طلب المجلس بأن يتخذ إجراءات، ولكن للأسف المجلس لم يستطع أن يحقق وحدة الصف. هذه فرصة ضيعناها، ولكن نحن مستعدون لمواصلة تلك الجهود الآن. على ضوء كل ما جرى، من الضروري الآن أن نتجنب التصعيد وأن نعود للدبلوماسية لكي يكون هناك حل سياسي، وذلك تساق مع قرار 2254، وأن يكون هناك دعم للعملية الأممية والتي يجب أن نبث الحياة فيها مرة أخرى، وجهود المبعوث الخاص ديمستورا. التنفيذ الكامل للقرار 2401 لوقف الأعمال العدائية والوصول الإنساني يجب أن ينفذ فورا. الحل السياسي المتواصل والمستدام هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري، وبالتالي يجب أن ندعم جميعا هذا الهدف وأن نضاعف الجهود وأن نضع نهاية هذا النزاع الوحشي الذي لا هدف له. شكرا السويد على هذا البيان، ونعطي كلمة لهولندا. The repeated use of chemical weapons counts as the most cynical expression of this campaign. للأسلحة الكيميائية، منذ أسبوع مضى واجه العالم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما. كل الوقت كان الاتحاد الروسي لا يسمح للعالم بالاقتراب من الأسد، ووقف في طريق العالم للتعامل مع الأسد، وكان يمكننا أن نوقف مثل هذا العدوان. أنا أطالب كل الأعضاء مجلس الأمن للوصول إلى قرار جماعي بحظر استخدام السلاح النووي، السلاح الكيميائي عفوا. إن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن السماح به أبدا. سيد الرئيس، على خلفية الفظائع القديمة وتكرار استخدام مثل هذه الأسلحة، وأننا نتفهم الحدث العمل الذي قام به الحلفاء الثلاثة لمجابهة ما تم استخدامه بواسطة الجانب الروسي، إن ما قام به الدول الثلاثة يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية شيء غير مقبول. ما تم تنفيذه صباح اليوم لن يجعل أحد يجرؤ على استخدام أسلحة كيميائية في المستقبل. إننا نحاول دائما أن نحاسب من هم المسؤولون عن الأسلحة الكيميائية، ويجب إجراء تحقيق وإجراء أو إنشاء آلية شفافة ومستقلة لمحاسبة المسؤولين. ونحن نناشد الاتحاد الروسي لعدم إعاقة المجهودات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. إن هولندا ترى أن المجتمع الدولي لابد أن يتحلى بمسؤولياته، ولكن ما شاهدناه في ملف الأزمة السورية هو تعطيل لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك صارخ لقراراته. لقد تابعنا باهتمام وقلق بالغين التطورات الخطيرة في سوريا والمتمثلة في العمليات العسكرية الأخيرة، ردا على استخدام السلطات السورية للأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا. ونؤكد بأن هذه التطورات أتت نتيجة لتعطيل جهود المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للوصول إلى حل سياسي للصراع الدامي في سوريا الذي امتد لأكثر من 7 سنوات، وراح ضحيته مئات الآلاف وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري، وتسبب بدمار كبير للبنية التحتية في مدن عديدة. السيد الرئيس، لقد حظى الملف الكيماوي ولفترة طويلة بموقف موحد داخل المجلس، وغتان موقفا حازما في إدانة أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا ومن قبل أي طرف كان،
بل أكثر من ذلك اتخذ مجلس الأمن القرار 2118 بالإجماع، وهو الذي قرر فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في حال عدم امتثال الأطراف لأحكامه، وفي حال استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهي الأسلحة المحرمة دوليا كما ذكرنا، ولضمان تفعيل ذلك القرار نجح المجلس في شهر أغسطس من عام 2015 باستصدار القرار 2235 الذي أنشأ آلية التحقيق المشتركة جم بهدف تحديد المسؤولين عن أي جرائم باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وبالفعل حددت الآلية مرتكبي تلك الجرائم في حوادث عدة. إلا أن الانقسام المؤسف في موقف المجلس شجع أطراف الأزمة على الاستمرار في مخالفة قرارات الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويأتي القرار الأخير 2401 مثالا آخر لانتهاك القرارات، حيث اعتمده المجلس بالإجماع، رغم أنه دعا إلى وقف إطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، ولكن هذا القرار الإنساني كما تعلمون لم يجد مع الأسف طريقه للتنفيذ. إن دولة الكويت تأسف لهذا التصعيد وتدعو إلى تجاوز الخلافات ما بين أعضاء المجلس، وتدعو إلى استعادة وحدة مجلس الأمن وضرورة تحمله لمسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وسد الفجوة الموجودة حاليا من خلال الاتفاق على آلية جديدة مستقلة ومحايدة ومهنية في أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا تهدف إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن أي من تلك الجرائم. ونجدد استعدادنا التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق في مواقف الدول الأعضاء في المجلس، وبما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وبما يحافظ على منظومة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. سيد الرئيس، من المؤكد بأنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا، ولا بد من تكثيف الجهود لتجنيب الشعب السوري مزيد من المعاناة. ونجدد هنا موقفنا المبدئي والثابت من الأزمة السورية، والذي يتفق وينسجم مع موقف جامعة الدول العربية الداعي للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا، ووقف أعمال العنف والقتال لحقن الدماء والحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري، والتوصل إلى تسوية سلمية تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على بيان جنيف الأول لعام 2012 و254، وبما يحقق انتقالا سياسيا تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحقق طموحاته المشروعة. وشكرا السيد الرئيس. Le agradezco al representante de Kuwait. I thank Kuwait for his statement, and I now give the floor to Ethiopia. للسيد مندوب إثيوبيا. Thank you, Mr. President. شكرا سيد الرئيس. أود أن أتوجه بالشكر للرئاسة البيروفية على هذا